أكدت كل من واشنطن، لندن، باريس وبرلين عدم التطبيع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد قبل تحقيق تقدم ملموس ودائم نحو الحل السياسي للأزمة. ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الألمانية بمناسبة الذكرى 12 للثورة السورية، فإن العواصم الأربعة الغربية لا تعتزم رفع العقوبات المفروضة على دمشق. وأضافت الخارجية الألمانية أن بلادها والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لن تقوم بتمويل عملية إعادة إعمار ما دمره نظام الأسد. ودعا البيان الأمريكي الأوروبي المجتمع الدولي للعمل على محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي الانتهاكات. من لندن ينضم إلينا الأكاديمي والكاتب السياسي السوري غسان إبراهيم. أهلا ومرحبا بك أستاذ غسان، معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. كيف يقرأ الموقف الغربي على ضوء حماس بعض الدول في المنطقة لعودة العلاقات مع النظام في سوريا، وعندما يعودون ويتحدثون عن حل سياسي هو لا يدعمه أحد بحقيقة الحال في هذه المرحلة، كيف يمكن أن يكون ذلك؟ بالتأكيد يعني هناك اختلاف بالأجندات سواء الإقليمية أو الدولية بخصوص الملف السوري. الدول الغربية استفاقت بعد مرور عقد من الحرب لتلاحظ أن الشأن السوري وصل إلى أسوأ حالة من الحالات، ووجدوا أن روسيا تهيمن على الملف السوري على الأقل سياسيا من ناحية يعني دعم النظام السوري. وعندما بدأت الحرب في أوكرانيا وجدوا أنه عليهم أن يفعلوا شيئا في سوريا، لذلك أخذوا الملف السوري من الرفوف التي وضعت عليها على مدى 12 سنة، وقالوا علينا أن ننفذ العقوبات وننفذ أيضا يعني محاسبة جرائم النظام السوري. بالتأكيد هذه الدول يعني عندما تأخذ هذا القرار هو حقيقة عن سوريا، ولكنه لا يخص سوريا. يعني هذه الدول الغربية تحديدا تركت الملف السوري، لم تهتم به، تركت الروسي يتوسع، تركت الإيراني يتوسع في سوريا. وبعد أن حدث كل ذلك عندما بدأت الأزمة في أوكرانيا تذكروا أن عليهم تفعيل الملف السوري وبدء بالضغط على الجانب الروسي في سوريا. ومن هذا المنطلق لا أعتقد يعني أن الدول الغربية جادة بفعل شيء جديد، سوف تبقى بنفس المسار تجميد الملف السوري. ولكن ما تأثير هذا الموقف المستمر بالتشنج اتجاه سوريا في وقت أن هناك من يسعى من دول أخرى لعودة سوريا إلى الحضن العربي ربما، وبطبيعة الحال هناك أمال أيضا بوقف إيران من التمدد في هذا البلد وعودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي؟ كيف يمكن أن يؤثر الموقف الغربي على ذلك؟ يعني بالتأكيد سوف يؤثر، يعني وجود عقوبات أمريكية تحديدا، لننسى العقوبات الأوروبية هي مهمة ولكنها ليست استراتيجية كالعقوبات الأمريكية. الجميع يعلم أنه لا يوجد أي شركة في العالم تجرؤ على مخالفة العقوبات الصادرة عن الخزانة الأمريكية، والسبب هو يعني ضبط تدفق الدولار في هذه المؤسسات. يعني أي مؤسسة سوف تقوم بأي استثمارات في سوريا سوف تجد العقوبات الأمريكية تخرجها عن يعني النطاق المالي العالمي، وبالتالي لا يوجد أي عمل حقيقي جدي لإعادة إعمار. سواء يعني عندما تقول الدول الغربية أنها لن تدعم إعادة الإعمار، هذا يعني أنها لن تقوم بدعمها ماليا ولن تسمح للآخرين بالقيام بذلك. يمكنها أن تعرقل ذلك، ولكن سياسيا يمكن لأي دولة أن تنفتح على النظام. لا يوجد عقوبات للانفتاح السياسي على النظام السوري، ولكن المشكلة هي حقيقة بعقلية النظام السوري. الجميع شاهد تركيا أبدت رغبتها للانفتاح على النظام السوري دون أي شروط. عندما ذهب بشار الأسد إلى موسكو يبدو أن بدلا أن تضغط عليه موسكو ضغطت عليه طهران وهو في قلب موسكو. يعني عندما يضع شروط على الانفتاح التركي تجاه النظام السوري بعكس رغبة روسيا من قلب موسكو، هذا يؤكد مدى تحكم إيران في الملف السوري، ويؤكد أن إيران ليس فقط تتحكم على حساب روسيا.
يعني ممكن أن تنجح إيران في هذا الملف بالتحديد في موضوع التقارب السوري التركي، خاصة وأن لها موقف يعني يخالف الموقف الروسي الأكثر حماسا لهذه عمليات التطبيع هذه، ممكن أن تنجح على حساب المساعي الروسية في هذا الشأن؟ بالتأكيد، يعني إن لم تنجح سوف تعرقلها وتؤخرها، والأتراك منتفعون للانفتاح على الأسد، ليس الاهتمامهم بالأسد بمقدار ما هي قضية انتخابات داخلية في تركيا وبعض المنافع الاقتصادية في الشمال السوري. وبالتالي إن لم تحصل الانفتاح اليوم قبل الانتخابات، يبدو أن تركيا أيضا سوف يغير مزاجه ويقول أن هذا الأمر ليس استراتيجي بعد الانتخابات، وبالتالي يصبح التطبيع أمر يعني غير ذو جدوى لا للتركي، وبالتأكيد الإيراني سوف يستمر بعرقلة هذا الأمر. يعني إيران تقول أنها تريد أن يكون النظام السوري طبيعي وله علاقات مع الجميع، ولكن بشكل عملي تخشى من قضية تركيا وروسيا، لأن هناك هذه الدول الثلاث لها وجود عسكري على الأرض وتتعاون تارة وتتنافس تارة، والانفتاح التركي على الأسد سوف يكون على حساب إيران، لذلك إيران تعرقلها. وروسيا اليوم يبدو أنها كونها مشغولة في أوكرانيا لن تضغط كثيرا على الإيرانيين كي لا يخرجوا عن سيطرة الجانب الروسي، وبالتالي هذا يجعل فكرة الانفتاح على النظام السوري أزمة، ليس بسبب الدول الغربية بل بسبب عقلية هذا النظام وبسبب مدى تمدد الإيراني في سوريا وسيطرته على القرار السياسي. ولكن حتى في كل يعني مسارات التطبيع أو عودة العلاقات هناك أيضا شروط من الأطراف الأخرى من الدول الأخرى، ومنها موضوع الحل السياسي، المشاركة مع المعارضة السورية وما إلى ذلك. إلى أي مدى تعتقد أن هناك يعني إمكانية لمثل هذه الحلول، وأين تلتقي هذه النقاط مع ما يريده الغرب اليوم كحل للأزمة السورية؟ يعني بالتأكيد أي دولة سوف ترغب بالتطبيع مع النظام السوري سوف تضع بعض الشروط، إن لم نقل كل الشروط، وأهم جزء منها هو إيجاد تغيير ولو شكلي في النظام السوري، يعني إدماج بعض المعارضات في النظام السوري. عقلية النظام السوري لا تقبل أي تغير، يعني حتى الدول الغربية التي تسعى إلى تغيير النظام السوري لا تستخدم كلمة تغيير النظام السوري، تقول تغيير في سلوك النظام، لأنها تدرك تماماً أن النظام السوري لن يغير من سلوكه، لأن أي تغيير في سلوك النظام هي تمهيد لتغير النظام كلياً. لذلك الأسد والإيرانيين لا يريدون أي تنازل، أي تنازل مطلقاً، والأسد يعتقد واهماً أنه انتصر وعلى الآخرين القدوم والقبول به كما هو دون أي تغير دون أي استثناء. لذلك أعتقد يعني المشكلة هي ليست العقوبات الأمريكية ولا الأوروبية ولا الموقف الأمريكي والغربي المتشنج تجاه النظام السوري، بل المشكلة هي في هذه عقلية وتصرف النظام السوري والدعم اللامحدود الإيراني للنظام السوري. الإيرانيين بالنسبة لهم الملف السوري هو حقيقة نوع من التوازنات العالمية، يعني عندما إيران تريد أي صفقة مع الأمريكي فإنها سوف تزعج إسرائيل وتزعج بعض الدول الأوروبية في سوريا لتحصل على تنازلات في أي ملف آخر خارجيا. لذلك نعم، إيران قد تتخلى عن العراق وتتخلى عن لبنان ولكن لن تتخلى عن سوريا. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإيضاحات من لندن. كنت معنا الأكاديمي والكاتب السياسي السوري غسان إبراهيم، شكرا لك.